مؤمن زكريا شفنا له تغريدة حلوة الحقيقة، انه بيتضامن مع طفل ربما حالته شبيهة شوية بحالته. بتكلم على الطفل رشيد اللي اتكلم في ان هو محتاج علاج، يعني الحقنة الواحدة بتتكلف اكتر من 2 مليون جنيه. فمؤمن زكريا في لفتة جميلة جدا بتفكر الناس بحالته وبيتضامن بيها رغم حالته دي مع حالة طفل صغير، كانت لفتة جميلة جدا منه. عايز اطمن منك على صحة مؤمن زكريا وايه اخباره دلوقتي؟ لا الحمد لله، مو كويس. لسه مكلمه امبارح تقريبا. الحمد لله كويس، الحمد لله. الحمد لله، ربنا يا رب يطمننا عليه باذن الله قريب جدا. ربنا يكرمه يا رب ان شاء الله. اخيرا طارق حامد، ماله طارق؟ يعني سيبني في حالي. والله بعد السؤال ده هسيبك في حالك. ماله طارق؟ اخباره ايه طارق حامد؟ الحمد لله والله. هو عقده ممتد لسه اعتقد سنه او سنتين تانيين لسه الموسم كمان يعني. الموسم اللي لا جاي، موسم. كمان بنهايه الموسم يبقى في سنه ناقصه. يعني هو ليه الموسم اللي السنه الجايه كمان، مفهوم بس مفهوم. الموسم ده والسنه اللي بعدها. هل فتح معاه الكلام؟ اقول لك ليه بسالك السؤال ده، لانه طول الوقت لما الناس تتكلم على فرجاني ساسي، الناس في نفس الوقت بتتكلم على اللي حوالين فرجاني ساسي، واقرب واحد لفرجاني ساسي هو طارق حامد، فالناس بتتكلم على اوضه اللبس. اخبار طارق حامد ايه مع اوضه اللبس؟ انا عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. طارق يعني حاله خاصه شويه. يعني طارق اللاعب الوحيد تقريبا اللي جاله عرض باضعاف ما اللي كان بياخده في النادي وما مشيش. ف يعني طارق ما فيش داعي ندخله اصلا في الدائره دي. هو طارق ده مفهوم حاله خاصه. تمام. فلا طارق مكمل، هو لسه السنه الجايه كمان. السنه الجايه بقى نشوف هنعمل ايه. تمام، عايز تقفل ولا تخليك معايا اه شوية؟ لا كفايه بقى. بشكرك جدا كابتن أحمد يحيى، وكيل اللاعبين الشهير.